السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه ايكو 3D، ده تقدر من خلاله تحول الموديل بتاعك او النموذج بتاعك لحاجة 3D شغالة فيرتشوال رياليتي او اوجمانتد رياليتي. الطريقة سهلة جدا، مجرد ان انت بترفع الموديل بتاعك هو بيقبل امتدادات كتيرة جدا، وبعد ما بترفعه تقدر ان انت تقول له انا عايز اشوفه ككيو ار. فاول ما تعمل بالكيو ار يبدأ يظهر معاك على الموبايل الرسمة اللي انت عايزها او الموديل اللي انت عايزه. طيب خلينا نجرب اهوت. بيقولك ابدأ حمل الملف او اختار من الاشكال اللي موجودة، ممكن تحمل 3D موديل او فيديو او صور، وهو مديك امتدادات كتير جدا. ممكن تختار فيديو، فاول ما تعمل الكيو ار يبدأ الفيديو يشتغل، او تختار صورة معينة، او تختار ملف اف بي اكس. تمام، حاجات كتير تقدر تعملها اول ما تعمل الكيو ار. ممكن تكون مثلا عامل صوره معينه فتظهر الصوره دي، او موديل زي ما انا محمل ملف ريفيت اهو، ده ملف اف بي اكس كامل حملته. تمام، بحيث ان هو لو حد عمل اوجمانتد رياليتي يبدا يظهر معاه الشكل ده كله. فتقدر تختار صوره، تختار فيديو، تختار اي مجسم انت عايزه يبدا ان هو يظهره لك. مثلا لو اخترت الصورة ديت هتقول له اوبن. خلاص اول ما تعمل كيو ار الصورة دي تبدأ تظهر معاك، هو هيديك الكيو ار. تمام، او ممكن تختار اي شكل من عشرات الاشكال اللي موجودة وتقول له ابلود. طيب هو هيديك بقى شكل هنا اهو، بحيث ان انت اول ما تعمل سكان للصورة اللي هتظهر قدامك دلوقتي الصورة دي تبدأ تظهر معاك. وده مفيد لو انت بتعمل كتاب تعليمي، فهتحط كيو ار يبدأ يظهر، او ممكن تحط الكارت بتاعك كحاجة 3D تظهر معاك اول ما حد يعمل اسكان للكيو ار اللي على الكارت ده. مثلا نموذج للموديل اللي موجود، تمام، اول ما تدوس عليه دبل كليك عشان يبدأ يفتحه بشكل اكبر، تقدر انت تشوفه، تقدر ان انت تشاركه مع الاصدقاء، ده البرفيو بتاعه. تقدر ان انت تلف في المبنى، دي فيلا معمولة. تقدر تقول له انا عايز اشوف الكيو ار بتاعتها، بحيث ان انت كيو ار وفي ار الاتنين مع بعض على الموبايل تقدر ان انت تشوف الشكل دوت. اهو ده على الفلور، ده سكان من ذا ايمج، تقدر تحطها على صورة، سكان من فيس، وتقدر بقى تعدل الميتا داتا بتاعتها، تعدل الداتا بتاعتها. مثلا دي مش هتتحط غير على فلور مثلا، ده التاريخ بتاعتها. الموديل اديتور لو انت عايز تعدل عليه، ممكن تحول بقى مختلفة اف بي اكس، جي ال بي، جي ال تي اف، او بي جي، STL، USDZ. وممكن تتحكم في الحجم بتاعه من خلال انت تعدل الخصائص بتاعته، تغير السكيل بتاعه. فصراحة أول موقع ألاقي يديني إمكانيات كتيرة بسهولة ومجاني لغاية دلوقتي، زائد إن هو فيه انتجريشن بينه وبين مواقع تانية كتير. يعني متخيل ان انت تقدر تستخدم الموقع ده وتربطه بينك وبين اليونيتي او الانريل او جافا سكريبت او الرياكت، جافا، سويفت. تقدر ان انت تعمل تطبيق على الاندرويد او الاي او اس من خلاله، وكذلك ممكن تشوف معلومات كتير عنه من خلال الاوبن سورس بالشكل ده. دي الداتا اللي موجودة، تقدر تعدل في أي حاجة فيهم، مثلا اسم اللي عامل حاجة أو الموقع أو الريزوليوشن، كل الحاجات دي تقدر أنت تعدل فيها بسهولة. ويب اي ار كاستمر كاستمايزر، تقدر بقى تحط صوت، تمام، في قلب الاوجمانتد رياليتي بتاعتك. تقدر تظبط الاندرويد كاميرا كابتشر، تقدر الكيو ار كود تعدل عليه كاستم دومين. كل دي اوبشنز تقدر تختار منها بدون اي مشاكل خالص.